فاستثنت إلا بعد معنى ينتصب وبعد نجي أو كان في نجوك يباع الشرطان في المنقطع وحتى من جيد كان وقع وغير نصب سابق الذي قد يأتي ولكن نصبه فهو وإن فقط سابق لدائما يعطيكم كمالا لتعودنا وأرغي جلالتكم في الكلام فمرضي بجلفة إذا على وإن تكرر ذلك وتجفنا تبريغ التذيرة تعاليم دعم واحد من هذه التسير وليس عن نصيص وعموني ودون تبريغين عن تقدم نصفك من الكلب والكفر وصفك من وجه واحد هناك ما لو كان في مكائد كلم يفوء تمرء إلا هني وحكمها في الأصل حكم الأول وسلم مكروانك المعربة بمال مسلم به إلا مسلم ولسلم سوى سواء المكالة وعلى صاحب مال ومجرد وسلم ناص مجرد سرقل وبعد وكي يكون مبادلة وزوك سابقي يكون مجرد وبعد من سوى الجرار مقيد وحيو جرفهما حراني كماهما انتصر على جباني وكفلا حشاه لا نصحبنا وكذا حاشا وحشاه استثناء الإخراج بإلاء إلى أخواتها ويا كان الكلام قبل إلاء موجبا فما بعد إلاء خارج من الحكم وإن كان منفيا فما بعد إلاء داخل الحكم إذا قلت جاء القوم إلى زيدا وزيدا خارج من الحكم لم يجب وإذا كان الكلام منفيا فقلت ما جاء القوم إلى زيدا وزيدا داخل قال أحمد الله بس لن كيف نعتبر كيف عرفنا إجابة عرضنا ربنا بعد أهلنا ناس كنا تبدا نعتمان جاء القوم إلا زيدا فشربوا منه إلا قليلا منهم كل شيء هالك إلا وجهه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وبعد نبي أو كنبي تكتب اختيرا تباعوا ما اتصل وتقول ما جاء القوم النبي المختار تقول إلا زيدا وإن قلت إلا زيدا قال السيبوي النص العربي الجيد ما قلت من قومي إلا زيدا وإن قلت إلا زيدا جاز وقوله كنبي يقصد به الاستقامة والنهي الاستقامة والنهي الاستقامة يقول تعالى أيضا صلى الله قال ومن يقض من رحمة ربه الضالون يرفع الضالون بدل من الضمير يسكت به يقنطه والنهي يقول لا يقوم أحد إلا زيد قال أقول إيه وبعد نجد أو كنجد تخيب الدعوة واتصل واصل من قطع المنقطع وهو أن يكون مسلمان من غير الجنس المسلمان منه وتقول ما جاء قوم إلا حمارا عند جميع العرب وذلك اليوم يجيز أهل الدالة مرجوحا ألا أقول إيه وتقول عندها ما جاء قوم إلا حمار وإلا حمار أرجح عندها والبقية طريق عرب يتبون سلطة وأنت أنا أقول إيه وبعد نجم لو كنجم يجب أن يدعو ما اتصل واصل من قطع وعد من الجنيد دار المقام قال وبدة من سبها عن اسمه دريع عاجة هو إلى الاسم وغير نصب سابقين بالنبي وغير نصب سابقين يا قلت ما جاء القوم إلا زيد زيد بدل من القوم من بعض المنكب قدمت زيدا وقلت ما جاء إلا زيد القوم وتعلوا لي قالوا البدل تابع تابع لا يتقدموا فلما قدمته ولا يمكن في هذه الحالة أن تجعله بدلا أخضعته لقائم الاستماع ونصبته ومع ذلك سمع لي غير النصب قال لأنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبي ولا شافع لأنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبي ولا شافع ولكبر النصر وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق منهم أنا قلت
في سابق وقد يأتي على كل، ولكن المختار نصره هو قوله ولكن نصره أكثر من ورقة. الصورة الثالثة الاستثناء، وهو الاستثناء الناقص، ومع نقصانه أن يسقط المستثنى منه، وكان الاستثناء مستثنى منه هو أداة استثناء ومستثنى منه، وإذا أسقط مستثنى منه فلا تكون إلا في سياق النفي، كان ما بعد إهداء معرضا لحصولنا قبلها، وهو قول ويفرق سابق إلا لما بعد، يكون كما لو إهداء عدنا، وتقول ما جاء إهداء زيد، نكبر ما جاء أحد وهي مضغ سادق من دار ما بعد، ما جاء إلا زيد، جاء مضغتها لزيد بالخلاف القدر، ما جاء أحد إلا زيد فما قبل إلا تضبغ العمل فيما قبلها، وتقول ما رأيت إلا زيد وما رأيت إلا بزيد، يقول أبو حسن مقرر هو فاعل في نحر ما جاء إلا زيد، ومضغوط في نحر ما رأيت إلا زيد، ومضغوط في نحر ما رأيت إلا بزيد. وهي مضغب سادق يقول عبادي ما بعضوركم كما لا يستعودنا أقرأ إلا المؤكدة ألغيها، وإلا المؤكدة هي التي يكون ما بعدها تابع، يكون ما بعدها تابعا لما يكون بعد إلا قبلها بدل منه أو معطوف عليه، فتقول لا تقول به إذا فتى إلا زيد، زيد بدل من الفتى، كأنك قلت لا تقول به إذا فتى زيد وإلا زائد، ألغيها ومعنى إلغائها أن لا يصل ما قبل بعدها، وتقول ما جاء القوم إلا زيد وإلا عمرو، الكلام أصل الكلام ما جاء القوم إلا زيد وعمرو، لكن أجاب جده ولم يلاحظ جاهز في العرش والبدري، قال هل الدار إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس، ترى في الطلوع لنا تقديم إلا ليلة ونهارها وطلوع الشمس، فإلا لو لأن ما بعدها تابع لما بعد إلا مذكرة قبلها معطوف عليه، واجتمع ذلك يقول الشاعر ما لك لي شيخك إلا عمله إلا رسمه وإلا رمله، رسمه بدل من عمله، رمله معطوف على رسمه، واضح؟ أنا أقول له أرغي إلا ذلك لا تقول به إلا الفتاة إلا العلاء، الفتاة إلا العلاء والعلاء إذا كان مقصورا تقدر الكسر تجرب.